حواوشي هنعمله بطريقه اسكندرانيه اللي هي بالعجينه من الاول بقى كده. هعمله بحلاحة مفرومة وهعمله بسجق، هخلط الاثنين على بعض بدي طعم كتير يعني جديد جدا للحمة بتاعة الحواوشي. يعني أنا مثلا بدل ما أعمل كيلو لحمة أو نص كيلو لحمة بعملها نصين، نص لحمة مفرومة ونص من السجق، وأفرمهم على بعض أو أقطعهم مع بعض. تمام؟ ضيفي أي إضافة أنت عايزاها، قطعيها فتفتيها افرميها في المفرمة اللي أنت عايزاه. فعندنا هنا مثلا ده جزء بتاع اللي انا الحشوه اللي هحشيها، وهنا العجينه. طبعا هنا في الحواوشي الاسكندراني او الحواوشي اللي بالعجين ده عندي العجين اهم من الحشو. تمام؟ ده السجق. فعندنا هنا سجق، لحمه، فلفل، بصل، فلفل حامي ده اساسي، قرفه، جنزبيل. تمام كده؟ عندنا هنا العجينه، العجينه دي عباره عن ايه؟ دقيق. انا مثلا هعمل 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، او طبعا لو هتعملي كميه يبقى كيلو، تعملي كيلو تضاعف الكميه دي. بس 3 كوبايات من الدقيق دول عليهم كوبايه الا ربع من الزيت، عليهم رشه سكر ورشه ملح بس، وميه للعجن، مفيش اكتر من كده. يبقى العجينه هنا عباره عن ايه؟ دقيق، زيت، رشه سكر، رشه الملح، وميه للعجن. ما فيهاش خميره. احنا يمكن الجديد دلوقتي بيعملوا له عجينه العيش العاديه، بس هي الاصليه ما فيهاش خميره. الأصلية بالعجينة دي اللي هي يدوك فيها شوية زيت وفيها رشة ملح ورشة السكر. نعجنها مع بعض بقى. العجينة دي بتستريح، ما فيهاش خميرة، بس بنسيبها تستريح. 3 كوبايات من الدقيق، بسم الله. رشة الملح، رشة الملح دي يعني نص معلقة صغيرة، وبرده حوالي نص معلقة من السكر. وهنا 3/4 زيت، الزيت كتير شويه، الزيت كتير شويه عشان هنا ما فيهاش خميره ما فيهاش حاجه، فتبقى عامله زي الفطيره شويه وورقها مورق مع بعضه كده، يعني ما تبقاش قطعه العجين اللي انا عاملاها مكتومه. لو انا زيت قليل هتلاقيها مكتومه وناشفه، لا الزيت كتير بيديها راحه كده كانها فطيره. تمام كده؟ فهحط هنا بقى 3/4 زيت، يعني لو كيلو دي يبقى كوبايه ونص زيت، واعجن بالمية. مش شوية شوية. شوف كده اخبار العجينة ايه. حلو قوي كده. بص كمية الزيت اللي فات دي ايه. اسيبها بقى ايه، اوريها لك دلوقتي، اقسمها واسيبها تريح على ما اعمل الايه، على ما اخلط الخلطه بتاعت، هي المفروض تتعمل في الفود بروسيسور بصراحه، يعني تتطحن في الفود بروسيسور، بس انا طبعا عاملها لقيت مش عارفه اطلعه دلوقتي، ويعني ورب ضرته النافعه. الواحد لما ايه اللي كمان مثلا ما عندهمش المطحنه وعايزين يقطعوها على ايديهم، فماشي نعملها مع بعض دلوقتي. ابدا اقسمها. بص حتى العجينه هتلاقيها في ايديكي شبه عجينه الفطير كده عشان فيها ماده دهنيه. انا مثلا هقسم دي على، لازم يكونوا كل اتنين قد بعض عشان انا هعمل طبقتين على بعض. فمثلا اعمل ايه كده، 4 طبعا حسب الرغيف ما انت عايزاه قد ايه. انا هعمل 3 ارغفه بالنص كيلو دول، بس كبار مش صغيرين، 3 ارغفه كبار. فانا دلوقتي حطيت البصل زي ما قلت لكم، ما طلعتش الفود بروسيسور، فهنعمل على ايدينا مقطع رفيع خالص كده. ابدا ان انا عايزه الينه، فالينه بايه؟ بشويه ملح وفلفل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه فلفل اسود معانا عطيات، اهلا وسهلا. شويه ملح يا عطيات، انتوا عارفين ممكن تدعكيهم بايديك كده هيطروا اكتر، بس انا بالمعلقه ابدا ان انا ايه، يعني ادعكيهم بايدك افضل. لو عندك الرحايه اللي انا بعمل بيها دي اللي بالكهرباء، المطحنه او اي حاجه اطحنيه فيها، طبعا بيبقى افضل كتير جدا لما يكون كل حاجه ناعمه. طبعا كده برضو حلو والله، كل حاجه لها طعمها. اهي بصوا ادعكي البصله كده هتطلع ميتها وتطرى. ماشي، حط معاها فلفل اخضر حبه برضو كويسين كده،
عارفين شغل الايد ده، عارفين الحاجات اليدويه وحاجات المكن. دايما بنحب الحاجات اليدويه في حتى في الهدوم، في اي حاجه بنعملها تقول لك لا الحاجات اليدويه دي التطريز او الكلام ده بيبقى اغلى كتير قوي من المكن. هي نفس الحكايه على فكره، برضو الحاجات دي ليها ثمنها. هاند ميد حواوشي هاند ميد غالي غالي. حاضر، اقطع الفلفل الرومي الفلفل الحامي طبعا حسب ما انت بتحبي، كتير قليل زي ما انت عايزه. ماشي، انا عشان عندي هنا ما شاء الله الناس كبار فهياكلوه حراق عادي مفيش مشكله، حطها عليها كده وادعكهم كلهم برضو. ماشي، اللحمه المفرومه، السجق هقطعه، ادي الجنزبيل، معلقه جنزبيل كبيره، حاضر، معلقه قرفه صغيره، الملح، ملح تمليحه مظبوطه، وخلي بالك ان السجق بيبقى مملح كويس قوي، واعجن بقى. العجينه اهي زي ما اهي ارتاحت شويه، معقولين. دي بنعمل لها ايه؟ حط كده شويه زيت، هقول لكم عملنا العجينه دي من ايه. دي بتتفرد بزيت، ماشي كده وهنا كده. ابدا ادخل في الفرن بقى واوريكي احنا ممكن نعمل الايه الصغيره ازاي، برده بطريقه سهله برده خالص. دي بس حبه زيت على وشها كده. على ايديا كده، صوابع ايدي كده بالراحه كده خالص، حبه ميه صغننين خالص كده، حبه صغيرين، وبعد كده اروح ايه مغطيها بقى، اروح احطها كده ومغطيها كله بقى يبدأ يطري بعضه.